البرلمان كلمة مشتقة من الكلمة الفرنسية بارلومو التي تعني التحدث أو المناقشة، وللبرلمان تسميات مختلفة حسب كل دولة، فهناك من يطلق عليه اسم مجلس النواب أو المجلس التشريعي أو مجلس الشعب أو مجلس الأمة أو الكونغرس، أو كما هو الحال في الإمارات العربية المتحدة حيث يطلق عليه اسم المجلس الوطني الاتحادي. عيشي بلادي عاش اتحاد إماراتنا، عشت لشعب دينه الإسلام هديه القرآن، حصلتك بسم الله يا وطن. ماذا تعرف عن المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي؟ ما هي شروط العضوية في المجلس؟ وكيف يتم تشكيل المجلس الوطني الاتحادي؟ ومن هي أول إماراتية أصبحت عضواً في البرلمان الإماراتي؟ هذا عالم القانون الدولي وحقوق الإنسان. الإمارات العربية المتحدة من أكثر دول العالم التي تضم تنوعاً دينياً وثقافياً وعرقياً، بلد يتفرد عن غيره بأن الجميع يعيش جنباً إلى جنب، كما وتتبوأ الإمارات أيضاً مكانة رفيعة بين الدول الأكثر أماناً. بالمقابل يعتبر البرلمان الإماراتي من أهم المؤسسات في المجتمع الإماراتي، فمع إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة كان من الطبيعي أن يتم إنشاء المجلس الوطني الاتحادي، وبالفعل بدأت مسيرة المجلس وعقدت أولى جلساته بتاريخ 2 ديسمبر 1972، حيث يعتبر المجلس الوطني الاتحادي السلطة الرابعة في الدولة، وله دوره البرلماني والاستشاري كممثل للشعب الإماراتي كافة. كما هو معلوم تختلف سلطات ومهام البرلمان من دولة إلى أخرى، إلا أنها في معظمها تتفق في ممارسة السلطة الرقابية، بالإضافة إلى سن القوانين وتعديلها وإقرار الاتفاقيات الدولية. وبحسب الدستور الإماراتي يتمتع المجلس الوطني الاتحادي بعدد من الاختصاصات، أذكر منها مناقشة مشروعات القوانين الاتحادية بما فيها مشروعات القوانين المالية وإقرارها وتعديلها وحتى رفضها، وإبداء الرأي في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ومناقشة الموضوعات العامة التي تتعلق بشؤون الاتحاد وتقديم التوصيات. حقائق عن المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي. أحبائي، كما أشرت عقد المجلس الوطني الاتحادي أولى جلساته في 2 ديسمبر 1972، وتمتد عضوية المجلس الوطني إلى 4 سنوات، وبحسب المادة 77 من الدستور الإماراتي فإن الغرض من عضوية المجلس هو تمثيل شعب الاتحاد جميعه وليس فقط الإمارة التي يمثلها العضو. وبحسب المادة 81 من الدستور الإماراتي تنص على تحصين أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من أي مساءلة تنجم عن التعبير عن وجهات نظرهم أثناء أدائهم لمهامهم في المجلس أو داخل اللجان. شروط العضوية في المجلس الوطني الاتحادي. بحسب اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي يشترط لعضوية المجلس توافر عدة شروط، هي أن يكون العضو من مواطني إحدى الإمارات الأعضاء في الاتحاد ومقيما بصفة دائمة في الإمارة التي قامت باختياره، وأن لا تقل سنه عند اختياره عن 25 سنة ميلادية، وأن يكون متمتعا بالأهلية المدنية محمود السيرة حسن السمعة، لم يسبق عليه الحكم في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه الاعتبار طبقا للقانون، وأن يكون لديه إلمام كاف بقراءة اللغة العربية وكتابتها. وكما هو الحال في الكثير من البرلمانات، لا يجوز لعضو المجلس أن يجمع بين العضوية وأي وظيفة من الوظائف العامة في حكومة الاتحاد بما في ذلك المناصب الوزارية، ويجب على عضو المجلس أن يؤدي أمام المجلس
في جلسة علنية وقبل مباشرته أعماله في المجلس ولجانه اليمين الدستورية وصيغتها. بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للإمارات العربية المتحدة، وأن أحترم دستور الاتحاد وقوانينه، وأن أؤدي أعمالي في المجلس ولجانه بأمانة وصدق. تشكيل المجلس الوطني الاتحادي. تنص المادة أحبائي 68 من الدستور الإماراتي على أن يتم تشكيل المجلس الوطني الاتحادي من 40 عضوا، وتوزع عدد مقاعد المجلس على الإمارات الأعضاء كما يلي: أبو ظبي 8 مقاعد، دبي 8 مقاعد، الشارقة 6 مقاعد، رأس الخيمة 6 مقاعد، عجمان 4 مقاعد، أم القوين أيضا 4 مقاعد، والفجيرة أيضا 4 مقاعد. ومن الجدير بالذكر أنه رفعت نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في مقاعد المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% بدءا من الدورة الانتخابية عام 2019، بحيث أصبح المجلس يشكل من 40 شخصا، نصفهم رجال والنصف الآخر نساء. ويعد هذا القرار بكل تأكيد محطة تاريخية مهمة تعزز عبرها مكانة دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة في جميع المجالات، ولا سيما في مجال العمل البرلماني. ومن المهم أن نعلم أن الدكتورة أمل القبيس هي أول إماراتية تصل لقبة المجلس الوطني الاتحادي عبر انتخابات تشريعية، كما أنها الخليجية الأولى التي تصل للبرلمان عبر صناديق الاقتراع، وقد كانت أيضا أول إماراتية تترأس جلسة المجلس الوطني السادسة التي انعقدت في يناير 2012. وفي النهاية أقول إن دولة الإمارات العربية المتحدة عرفت مظاهر الحياة النيابية حتى قبل قيام الاتحاد من خلال مجالس أصحاب السمو وحكام الإمارات، والتي كانت تعد أهم أماكن تبادل الرأي والمشورة بين الحاكم والمواطن. طاب مساءكم.